رحب بحضراتكم في الفقرة الأخيرة النهاردة، واللي أنا نوهت عنها في بداية الحلقة، وهي فقرة في غاية الأهمية. زي ما كنت بقول كده، ما فيش أعتقد امرأة مش في مصر، لا في العالم كله، مش مهتمة بالملف ده. بتكلم عن صحة الشعر والبشرة، وإيه كمان أفضل الطرق للعناية بيهم. طيب لو أنا شعري وبشرتي مش كويسين أصلا، قبل بقى ما أروح لمرحلة العناية بيهم، أنا إزاي أصلا أحسن منهم؟ يعني ملفات كتيرة جدا هنتناقش فيها أكيد، وهيفيد حضراتكم معلومات كتير هنعرفها من ضيفتنا العزيزة دكتور دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرالز. يا صباح الفل على حضرتك. يا صباح القمر، ازيك؟ عاملة ايه؟ نورانا كالعادة. بنورك بجد، حبيبة قلبي. وكل مرة بيبقى فيه ملف أهم من اللي قبليه حقيقي. النهاردة زي ما أنا بتكلم، لا ملف الشعر والبشرة مفيش امرأة ولا فتاة ولا جدة ولا زوجة ولا أم ولا أي حد ما بيهتمش بيه، وللأسف الشديد يعني ناس كتير كمان بتعاني من هذا الأمر. فنبدأ بقى كده أصلا من أصل المشكلة. هو ليه أصلا البعض مننا بيعاني من مشكلة في تساقط الشعر والبشرة اللي هي بتبقى مش صحية، شكلها مش صحي؟ فعلا الشعر مهم جدا لكل الستات زي ما قلتي، وفي جميع الأعمار. الشعر تاج المرأة يعني، فطول الوقت احنا عايزين شعرنا يبقى كويس، بشرتنا تبقى كويسة. يمكن من أكبر المشاكل اللي احنا بنعاني منها بشرة شحبة، شعر بيتساقط. ايه المشكلة؟ المشكلة في نقص الفيتامينز والمعادن مع عوامل خارجية. أوكي. فمهم جدا ان احنا ندعم بشرتنا او ندعم شعرنا بالفيتامينز والمعادن اللي تقدر تقوي الشعر وتمنع تساقطه، ويفضل الشعر في لمعان وبهجة على طول. حلو جدا. هو اصلا علشان نوصل لده لازم بقى نتبع اجراءات معينه قبلها. يعني ممكن واحده مثلا، انا من الناس على فكره اللي اوقات كتير جدا شعري بصراحه تلاقي نص وقع. ايوه. وخصوصا بتشتغلي في الميديا، بتشتغلي في السينما، بتشتغلي في يعني في مهن معينه بتفرض عليكي كل يوم تعملي شعرك، لا ده بيبقى كارثه. دي مصيبه مش كارثه. فيعني طب الحل ايه؟ خلينا نمسك الموضوع. هي مشاكل تساقط الشعر كتيره جدا. يمكن من اهم المشاكل اللي قلتي عليها نهاوند ان احنا بنضطر نعمل شعرنا كتير. الحراره والسشوار والبيبيليس، انت بتعلي الحراره على انسجه حيه، على خلايا حيه، فبتموت. الاسترس اللي احنا عايشين فيه، الاسترس كارثه، لان الاسترس بيعلي لي الكورتيزون وبيوقع الشعر. عندك الشامبوهات اللي بتستخدم اللي فيها بارابين وفيها سلفيت وفيها فورمالين، دي كارثه. عندك ان احنا بنضطر نغسل شعرنا كل يوم، دي كارثه. لازم الشعر ما يتغسلش غير على الاقل مرتين في الاسبوع. مرتين فقط؟ فقط، لان الشعر محتاج زيوت يعني انت بعد يومين بيبتدي يطلع زيوت، فالشعر محتاجها. اوكي. الاكل اللي فيه سكريات والحاجات دي كلها بتوقع الشعر. فمع قله، ودي اهم حاجه، قله الاملاح والاملاح المعدنيه والمعادن والفيتامينز اللي موجودين في ألب مالتي فيت، المكمل الغذائي. اعتقد ان هيعمل رواج كبير جدا هذا المكمل. اعتقد انه هيبقى من اقوى المكملات لصحه الشعر والبشره وكمان المناعه والطاقه والوقايه من امراض كتيره جدا. لا كلميني تفصيل اكتر بقى عن الفيتامين ده، لان اعتقد انا نفسي هشتريه. لا بجد، يعني اول حاجه احنا بنستمد مفروض الفيتامينز من الاكل بتاعنا. ما كانش كافي نلجا لفيتامينز. طيب طبعًا. ايه بقى يعني لو تقدري تقولي لنا اكتر عن البرودكت ده تفاصيل، لان محتاجه انا نفسي اعرف يعني بصراحه. طبعا هو اكيد لا غنى عن الاكل الصحي برضو مع المكمل الغذائي الالب مالتي فيت. الب مالتي فيت ليه بقول ان هو هيبقى من اقوى المكملات الغذائيه؟ لانه في كذا فيتامين مهمين جدا. أوكي. لكل حاجه، للراجل وللست. وفي معادن، من اهم الفيتامينز المهمه جدا للشعر فيتامين بي كومبلكس. بي كومبلكس، كل عائله فيتامين بي. اوكي. طبعا احنا بنخص بالبيوتين، لان البيوتين من اهم الفيتامينات. البيوتين هو فيتامين بي 7، هو من اهم الفيتامينز لصحه الشعر وعدم تساقط الشعر ولمعان الشعر، والشعر ما يقصفش. يمكن لو هتكلم على مراحل نمو الشعر، هي ثلاث مراحل. الأناجين اللي هي بتبقى تحت، اللي هي وقت البصيلة ما بتطلع، دي بتقعد سنتين ثلاثة، وبتقعد في مرحلة الكاتاجين من أسبوعين لغاية ما تطلع. وآخر حاجة في الشعراية، أضعف حاجة في الشعراية اللي احنا شايفينها دي. أوكي. المفروض أن الشعراية دي بتقعد ثلاث شهور وبتقع،
والفوليكل هير فوليكل بتنتج شعر تاني. فالهير فوليكل فيها بلات فيسلز، فيها اوعيه دمويه، لازم نغذي الاوعيه الدمويه بالب مالتي فيت وبالبروتينات اللي احنا بناكلها اللي هي اللحمه او البيض او اي بروتينز، وبالحديد مهم جدا الحديد. يبقى الشعر عايز الفيتامينز اللي جواه زي فيتامين سي، فيتامين اي، زي فيتامين بي كومبلكس لو اتكلمت على البيوتين، الفيتامين بي 12 الكوبالامين. فيتامين بي 12 مهم جدا لانه هو اللي بيصنع كرات الدم الحمراء. فمعنى كده انك انت مش هتعاني من فقر دم مع الحديد. حلو قوي. مهم جدا الزنك للشعر. الزنك صح. من اهم المعادن اللي مهمه جدا للشعر. عندك ايه كمان داخل فيتامين داخل الب مالتي فيت؟ عندك النحاس. في ناس كتير مش عارفه ان الكابر مهم جدا. انا ما اعرفش كنت النحاس يعني مهم. الزنك بس اول مره اعرف الكابر. الكابر مع الزنك بيمنع الشيب. يمكن بتلاقي بنات وشباب في سن صغير، لان هو طبعا للسيدات وللرجال، البنات والشباب في سن صغير شعرهم بيبيض بسرعه. صح. بيفقدوا صبغه الميلانين. انا عندي زنك ونحاس هياخر جدا جدا قصه الشيب الشعر. اوكي. ده لاي سن يا دكتور دينا؟ طبعا الب مالتي فيت لاي سن. كويس قوي. ابتداء من 13 سنه نقدر نستخدمه. السيده الحامل تقدر تستخدمه امن جدا، لكن ممكن السيده الحامل الدكتور يقول لها مثلا محتاجه تركيز اعلى، بتستشير الطبيب، لكن كل الفئات سيدات رجال يقدروا يستخدموه. طبعا عبوه مالتي الب مالتي فيت هم 30 قرص هيكفوا شهر، امن جدا وواخد ترخيص هيئه سلامه الغذاء. أوكي. وموجود في جميع الصيدليات، وده يديكي امان انك انت تشتري مكمل غذائي مرخص، محدش ياخد مكمل غذائي مش عارفين مصدره، وموجود في الصيدليه، فانت كده عندك الامان 100% انك انت تقدري تستخدميه. وطبعا سعره حلو جدا، لازم اقول انه سعره مناسب لكل فئات المجتمع، الغني والفقير. عارفه انا مبسوطه ليه؟ لان بنعمل فقرات طبيه وبعدين ما بننوهش عن الادويه. النهارده بقى والناس بعد كده تيجي تبعت لنا على السوشيال ميديا يقولوا لنا ما تقولوا اسم الدواء، قلنا اسم الدواء وقلنا بيتباع فين. مكمل غذائي. ومكمل غذائي مهم جدا، واعتقد المكملات الغذائيه دي لا غنى عنها، يعني مش امر رفاهية، اعتقد ده اساسي. لا 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 غنى عنها، لان الاكل الصحي لا يمكن هيبقى كفايه. انت محتاجه يوميا فيتامين سي، هتاكلي ايه 10 كيلو سلطه على 5 كيلو برتقال؟ محتاجه كل يوم فيتامين سي. صحيح. انت محتاجه كل يوم فيتامين اي. فيتامين اي مهم جدا للستات، لشعرها ولبشرتها ولتجديد الدوره الدمويه والحفاظ على نسبه الكوليسترول في الدم والوقايه من اكسده. أوكي. الاكسده والالتهابات. كلنا محتاجين يوميا فيتامين بي كومبلكس. فيتامين بي كومبلكس الحلو اللي فيه انه كمان ملوش سميه، لانه قابل للذوبان في الماء، فالاكسيد بينزل عن طريق البول فما نخافش منه. لكن أوكي. فيتامين بي كومبلكس مهم لصحه اعصابنا. يمكن بتلاقي كمان الشعر بيتاثر لان فيتامين بي كومبلكس مش موجود بالقدر الكافي، فلازم ندعم فيتامين بي كومبلكس بقلب مالتي فيت. مهم لكل الستات طبعا. انت عارفه الكالسيوم. صحيح. الكالسيوم انت عارفه مع التقدم في السن وتغيير الهرمونز، او الست الحامل بتفقد كالسيوم من عظمها فبيحصل هشاشه عظم. طبعا قلب مالتي فيت مليان كالسيوم، فهتقدري تحافظي على عظمك كمان، وهتقدري تحافظي على الـ على الـ على الكولاجين. يمكن الكولاجين كمان مهم، لان الكولاجين مهم جدا للشعر وللبشره. بروتين الكولاجين بعد سن ال 25 سنه بينقص، بس هل نقدر نجدده؟ يعني دي حاجه حلوه ان احنا نقدر نجدده بفيتامين سي اللي داخل الب مالتي فيت. مهم جدا الكولاجين لصحه بشرتي. يمكن كمان عايزه اعمل فوكس على الوش. ايوه انا لسه كنت عايزه اقول لك، عايزين نتكلم يعني عن البشره لوحدها وكده، الشعر بقى لوحده. بس خلينا كمان شكل البشره كتيره قوي. يعني مسام مفتوحه، دراينس، مش عارفه الناس ممكن اويلي سكن، البشره بتبقى مش صافيه، الناس بتبان اكبر من سنها، هالات سوداء، الحاجات دي كلها ليها يعني اسبابها. بس انا لو عرفت اسبابها وعايزه بقى اعالج، خلينا نتكلم تحديدا عن البشره. ممكن ازاي المكمل الغذائي ده يعني ياثر، وفي نفس الوقت امتى النتيجه بعد قد ايه تظهر؟ الب مالتي في الب مالتي فيت هايل، مكمل غذائي هايل لكذا حاجه في البشره. احنا بنعاني ايه من البشره؟ عدم نضاره، وش على طول مصفر، فبتضطري تحطي ميك اب، والميك اب بيداري، اتس نوت
كيور يعني اتس نوت تريتمنت. ده انت حاجه فيك بتحطيها. انا عايزه اروح البيت اغسل وشي الاقي وشي زي بني ادم تاني بقى. بالظبط. عندك مشكله الهالات السوداء ما بقتش مقتصر على سن كبير خالص. بتلاقي بنات صغيره وولاد صغيرين عندهم هالات سوداء. مشكله التصبغات، البقع اللي ناتجه عن الشمس، الناتجه عن ممكن برضو فقد حديد، حاجات كتيره جدا. طيب الب مالتي فيت هيحارب الحاجات دي ازاي ويقدر يقاوم التجاعيد؟ لانه في حاجتين مهمين جدا جدا ثلاث حاجات مهمين ويمكن اكتر. فيتامين سي. فيتامين سي حلو جدا لانه هو اللي بيحفز لي على انتاج الكولاجين. فباستخدام الب مالتي فيت هنلاقي ان بشرتنا فيها نضاره، هنلاقي في حيويه، هنلاقي مفيش تصبغات بيجمنتيشنز. معقوله يعني؟ طبعا. وافكتيف فعلا يعني. فيري افكتيف. انا عندي كمان فيتامين اي. بتلاقي ساعات كبسولات الفيتامين اي بنقعد نخرمها عشان نطلع الزيت ونحطه على وشنا، لكن لو نزلنا بالزيت ده على الشمس وشنا هيتحرق. فالأأمن ان انا اخد الب مالتي فيت اللي مليان فيتامين سي ومليان فيتامين اي، هيقاوم التجاعيد، هيعالج الهالات السوداء، هيعالج التصبغات، هيوحد لون البشره وهيخلي شكلي طول الوقت اصغر من سني. حلو قوي. عندي كمان الزنك مهم جدا جدا برضو للبشره. عندي فيتامين بي كومبلكس وهخص في البشره الكوبالامين اللي هو فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 مهم جدا جدا لان فيتامين بي 12 هو المسؤول عن انتاج كرات الدم الحمراء. فمش هيحصل لي فقر دم. مع نسبه الحديد لازم تبقى كويسه في الدم اكيد. أوكي. والحلو في فيتامين سي ان هو بيعلي لي امتصاص الحديد. كلنا او معظمنا عندنا انيميا لان بناكل حديد لكن لا يمتص. ايه اللي يخلي الحديد يمتص ونمنع الانيميا؟ وجود الفيتامين سي. الحديد بيحب جدا. معلومه مهمه قوي على فكره. الحديد بيحب جدا فيتامين سي. اوكي. من غير فيتامين سي الحديد لن يمتص. Yeah. فمهم جدا ان انا عشان ما اعانيش من فقر دم او اعاني من انيميا ويبان على وشي وشعري يقع لان شعر عايز حديد وبروتين مع الب مالتي فيت، يبقى هستخدم الب مالتي فيت كل يوم مره واحده في اليوم. ما حدش يفرط لي في المكملات الغذائيه. لا النتيجه حلوه. طب يلا نزود. لا لا، مرخص من وزاره الصحه، مرخص من هيئه السلام الدوليه، لكن ما ينفعش الافراط. هيتاخد قرص واحد او تابلت واحد على ميه كتير لانه الفيتامينات اللي فيه قابله للذوبان في الماء عشان المعده تقدر تمتصه بشكل سليم. اي وقت في اليوم ولا مع وجبه معينه او المصحى؟ او ممكن اول ما تصحي بعد الفطار بعد الغداء. بس المكملات الغذائيه بيبقى احسن في النهار لان هي بتديكي طاقه. كلنا عايزين طاقه الصبح. صح. عايزين ننزل شغلنا، عايزين نمارس حياتنا، عايزين نعرف نتعامل مع الاخرين، ما بقاش عندي كسل، عايزه احقق اهدافي. فباخد الب مالتي فيت عشان يدعم لي المناعه ويدعم لي الطاقه ويحمي صحتي ويحسن من مظهر يعني الشعر. كمان بيحسن الصحه، مش بس فكره هنا مكمل غذائي جمالي، لا انت بتتكلمي كمان بيدي طاقه. الفيتامينز ان جنرال الجسم محتاجها، هو يعني بيدعم الجسم بيها او بيغذي الجسم بيها. فيتامين سي مهم للطاقه، انت عندك الزنك ومهمين للمناعه. احنا مهم جدا ده الفتره دي، احنا محتاجين ده اصلا يعني. فعلا هو الفتره دي عشان فتره الاوبئه وكل الفترات، يعني مهم جدا ان احنا ندعم جهازنا المناعي. صح. بالمكملات الغذائيه. وانا بنصح بهذا المكمل الرائع الب مالتي فيت اللي فيه كل المعادن والفيتامينات اللي تقدر تعزز مناعتي. لازم اعزز مناعتي، انا هعزز مناعتي يعني هقي نفسي من الامراض، هقي نفسي من الفيروس والبكتيريا، هقي نفسي من نزلات البرد، هقي نفسي من الالتهابات، وهيبقى شكلي حلو وشعري حلو. هتلاقي عندك ثقه في نفسك والراجل يبقى عنده ثقه في نفسه وعنده طاقه عشان يعرف يشتغل. مهم جدا. على فكره كمان يعني ما نقدرش نقلل من الرجال ان هم معاناتهم، معاناه الرجال من كمان تساقط الشعر على فكره كتير جدا نعرفهم في عائلتنا وفي اصدقائنا ومعارفنا. بيعانوا من المشكله دي لكن يمكن هم مش بيدوها الاهتمام اللي السيدات يعني بيعملوا بيه، ولكن لا المشكلة عامة يعني. ولاد كتير في سن صغيرة بتلاقي شعرهم بيسقطوا بشكل غريب جدا، هم دايما الرد المعتاد وراثة، لكن اكيد ليها اسباب تانية الناس ممكن تكونش عارفاها. بيبقى فيه اسباب وراثيه طبعا. طبعا واسباب الوراثيه لو هتكلم على الصلع، الستات ما بتصلعش.
ده حاجه خدناها كده، حاجه لينا الحمد لله يعني طلعنا بيها. ان الستات ما عندهاش جين الصلع، تبقى مشكله دي. لكن الراجل عنده جين الصلع، لكن لو عرف ياخد الالف مالتي فيت قبل ما يصلع، لان لو حصل صلع للولد او الرجل لا غنى اكيد عن زراعه الشعر. بس عشان احمي نفسي من أيوة أنا ادخل لعمليه زراعه الشعر، ان انا اخد الب مالتي فيت هيدعم جدا البصيلات، هيغذي البصيلات، فما بيحصلش صلع. لكن الستات لا، ممكن يبقى عندها جين تساقط شعر، شعر ضعيف، لكن ما عندهاش جين صلع، الا لو كان عندها امراض مناعيه. مرض مناعي بيعمل الوبيشيا، لكن ده مش جين، فدي حاجه مهمه. وحضرتك بتاكدي ان الفيتامين ده ما فيش جسم يرفضه، يعني ده ما فيهوش اي مشكله، ده مكمل غذائي امن جدا طبعاً. اي سن اي حد ممكن ان هو ياخده، حتى المراه الحامل ممكن ان هي المراه اللي بترضع، اي حد مرخص، انت وانس انه مرخص يبقى اتحط في تستات كتيره جدا. لا يمكن هيئه سلامه الغذاء تديني ترخيص غير وهي عارفه انه امن 100%. وانا بنصح ان اي حد ما يحطش حاجه في بقه او حاجه يحطها على بشرته او على شعره غير هي واخده ترخيص من وزاره الصحه المصريه او هيئه سلامه الغذاء. كويس جدا. طيب معلش انا اسئلتي كتير شويه، الموضوع هاممني انا شخصيا. يعني اخذنا المكمل الغذائي واستمرينا عليه، امتى بقى ابتدي احس؟ يعني هو الكورس 3 شهور صح كده ولا ايه؟ انا بنصح ان الكورس ان المكمل الغذائي يستمر معانا ما يبقاش ديوريشن. لان الكونسنتريشن بتاع الحاجه ما نخافش منها، الكونسنتريشن معقوله جدا، واحنا محتاجين ده لايف ستايل لايف تايم. انا محتاجه يوميا فيتامين سي. يمكن كمان كان في عالم كيميائي اسمه لونس باولينج، واخد جايزتين في علم الكيمياء، عمل دراسات على الفيتامينات والمعادن، وقال كلمته المشهوره، قال لك لو اي بني ادم توصل للمعدن الناقص والفيتامين الناقص هيقي نفسه من امراض كتيره جدا. انا عندي الب مالتي فيت هيحمي من امراض القلب لانه بيظبط لي نسبه الكوليسترول، عندي كالسيوم، الكالسيوم مهم، كالسيوم ومغنيسيوم الاثنين مهمين للانقباض للعضلات وانبساطها، وعضله القلب محتاجه الكالسيوم عشان الانقباض ومحتاجه المغنيسيوم عشان الانبساط. فانت بتقي نفسك من امراض القلب، بتقي نفسك من ارتفاع ضغط الدم، بتحمي نفسك من لو عندك سكر، بتحمي نفسك من ظهور السكر، لان الفيتامينز او فيتامين سي بيعدل نسبه السكر في الدم. فانت عندك مهم جدا انك انت تستخدميه لايف تايم. كويس قوي، يبقى اتس لايف تايم يعني زي ما الدكتور دينا بتتكلم. طيب امتى ابتدي احس بالنتيجه؟ انت عارفه احنا متسربعين، يعني اخدت دواء النهارده عايزه بكره اخف، اخدت فيتامين عايزه تاثيره يبقى يعني من تاني يوم. فبعد قد ايه ممكن فعلا السيده او الرجل اللي بيستعمله يحس بقى ان ابتدى فعلا البشره اتحسنت، الشعر ابتدى ان هو يطلع اكتر، يتقل، يطول؟ مفيش حاجه بناخدها النهارده وبكره يبقى المشكله اتحلت. انت بتاخدي حاجه اورالي سيستميك، بيبقى تراكمي، يعني انت كل يوم بتاخدي قرص فبتعززي لو هنتكلم على الشعر وكده، بتعززي البصيلات الشعر. ممكن الاقي نتيجه حلوه جدا في خلال اسبوعين، حلوه قوي، هلاقي نتيجه في شعري بطل يقع. وطبعا لازم ناخد بالنا من الصبغات اللي احنا تبقى امونيا فري، بلاش شد الشعر الديل الحصان. أيوة ده صح، بيوقع، بيبوت بصيله الشعر. بلاش نغسل شعرنا كل يوم مع الب مالتي فيت، يعني الب مالتي فيت ومع الحاجات التانية اللي لازم نمشي عليها. هنشوف نتيجه في امتى؟ هنشوف نتيجه في خلال اسبوعين لتحسين الشعر وتحسين البشره. المناعه والطاقه بتشوفيها على طول. هايل جدا، كويس قوي. انا بشكرك جدا بجد على وجودك وعلى المعلومات الحلوه دي وعلى الفيتامين الحلو ده. حبيبتي لا بجد، وتنورينا تاني وتفيدينا كده دايما يا دكتور دينا. ميرسي. انا بشكرك جدا جدا، بشكر حضراتكم، واتمنى وانا متاكده ان اكيد كانت فقره يعني مهمه جدا ومعلومات مهمه. ان شاء الله دايما كده هنجيب مع دكتور دينا معلومات ومواضيع تهم حضراتكم كل ان شاء الله حلقه مختلفه. انا بشكر حضراتكم على متابعتنا ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله 10 الصبح في الاهلي.